مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تابعنا الشوط الماضي حضر شوط الظبي لاحمد الصديق سعد الصديق الدرويشي اللي حضرت مشاهدينا الكرام باول الاشواط، كانت حاضره بالانتصار والناموس مقدمه الاداء الجميل، وايضا اكدت بانها صاحبه الانجازات، تسجل وتضيف نقطه لسجلها الحافل. نسير مع شوط لا يقل هميه، شوط بارز وحاضر في تحدي هذا الشوط. ناخذ البداية الأولى، ناخذ المركز الأول على الصدارة وعلى المركز الأول، ها هو على القيادة السلع اللي على المركز الأول لسعد أحمد أو سعد الصديق على الصدارة. المركز الثاني وصل مقامر لعلي التاج على المركز الثاني، المركز الثالث وصل تحرك، يا سلام يا سلام علي بن احمد، علي بن احمد ولا هذا شعار بن عطشان يا جماعه، مسكت مسكت مسكت، وصل مسكت، وصل المرشح، احد الاسماء القويه، احد الاسماء البارزه، احد الاسماء التي انا اتاكد على الصداره على المقدمه، مسكت علي عطشان صاحب انجازات المركز الثاني. شعار ايضا يتواجد هنا بحضور القربي جاد الرب الماحي على المركز الثاني، المركز الثالث علي احمد، ولكن عودتنا الى المرشح الاول، الى المرشح الاول يا بن عطشان يا بن عطشان، اليوم يوم الانتصار، اليوم يوم الانتصار، مسكت مسكت جاد الرب، جاد الرب خطير خطير، القربي خطير خطير، القربي خطير، ومسكت مسكت، يا سلام يا سلام، القربي 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 القربي، مسكت القربي القربي، اللحظات الأخيرة، راح الماحي راح، راح الماحي راح، راح بناموس هذا الشوط، القربي والهوى قربي، الهوى قربي والناموس قربي، والانتصار مع جاد الرب، جاد الرب عاشق الناموس عاشق الانتصار، جاد الرب الماحي يفوز مع القربي بناموس هذا الشوط. مسكت ثانيا علي عطشان، المركز الثالث لعلي بن احمد الصديق، التوقيت دقيقتين 17 ثانية، تهانينا والناموس لجاد الرب الماحي على فوز القربي، اذا فوز القربي بهذا الشوط.